السلام عليكم اخواني المشاهدين اهلا وسهلا بكم حنا متواجدين دابا في هذا ليكسبلوطاسيون ديال بوميي اللي متواجد في طواحي مدينه عزريق بعد ما جينا اليوم اللي هو يوم الثلاثاء 24 ماي 2022 ساعه تشير الى 11 عشر صباحا بعد ما جينا ندير واحد الدوره تفقديه او تشخيص ديال الضيعات ديال التفاح باش نشوفوا الحاله الصحيه ديالهم والنيفو ديال لي روج غوج جون اي ميم لو كاربوكابس واحد لا تورني اللي هي

الحمد لله قد ما احنا دائما كنديروا تدخل ديالنا والزياره ديالنا ميدانيه وكنديروا التشخيص ديالنا باش يمكننا الميتريزي لي تريتمون ديالها ونعرفوا فوقاش غادي نضربوا وفوقاش غادي نداوي هذا هو لو رول ولكن كراس الحمد لله لي زانترفونسيون ديالنا أه بريفونتيف اللي كنا كنديروا وسويت لاليرت اللي كنديروا او نيفو ديال لي زيكسبورتاسيون ديالنا وشورتو فهاد لي فور شالور اللي كنديروا دي, دي كونترول ديالنا دي أه تري سيفير باش يمكننا أه ما تعرضوش لعده امراض ولا عده حشرات اللي يقدروا يضربوا هذا هذا زراعه التفاح هذا هو اللي بغيت نشليه وهانتوما با شاهدوا بارك الله ليكسبلوطاسيون اللي كنديروا هذه كونترول تبارك الله والنيفو ديال ازغو لا بروفانس زيفران بعد ما جينا اليوم اللي هو يوم الثلاثاء كما قلنا لكم بارك الله انتوما با كما كتشوفوا بولي لي زاكاريان روج جون ريان سينيالي مي كنديروا شويه ديال لي كونترول على حسب تشي ديال كاربو كابس هذا هو اللي بغيت نشيليه.